صحيفة حكايات، ومنها نقرأ الطاقة بواخر الوقود في الميناء تنتظر وزارة المالية. قال وزير الطاقة والتعدين الأستاذ عادل علي إبراهيم إن الوزارة تعمل جاهدة وبتوافق وتنسيق لتأمين مع وزارة المالية لتوفير المواد البترولية لتغطية الاستهلاك. وتشهد الخرطوم عدد من الولايات أزمة حادة من إمدادات الوقود، وعاد مجددا مشهد اصطفاف السيارات لوقت طويل أمام محطات التزود بالوقود في العاصمة والولايات. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أمس أوضح أن هذه الجهود تشمل توفير الموارد من الإنتاج المحلي لمصفات الخرطوم ومن الاستيراد لتغطية حاجة الاستهلاك، لافتا إلى وجود بواخر وقود تحتاج إلى تكملة الإجراءات المالية عبر وزارة المالية. يعني تكرار وتفاقم أزمة الوقود، ألا يكشف ذلك عن فشل الوزارة في إدارة هذه الأزمة؟ أعتقد أن المشكلة متطاولة، هي مشكلة قديمة متوارثة. أعتقد نحن في المشهد ده لنا أكثر من سنتين، السودان يعيش هذا المشهد منذ أكثر من عامين، فيه في انفراجات قليلة جدا. وزارة المالية وضعها كوضع سائر البلد، يعني هي في أزمة كوضع كسائر البلد، البلد كلها وجدت أو حكومة ما بعد الثورة وجدت نفسها في أزمات متوارثة، وضع اقتصادي متدهور وإشكالات وتعقيدات مالية واقتصادية كبيرة جدا جدا. الوزارة كونها تفشل متوقع في هذا الوقت، لكن تحتاج لحلول عبقرية وحلول إبداعية بشكل أكثر مما يحدث حاليا. الشارع الآن كله يتساءل عن كيف وفرت المالية مبالغ بملايين الدولارات لتعويضات المدمرة كل وتفشل في وتفشل في توفير الوقود والخبز وفك اختناقات المعيشة اليومية. فهذه أسئلة يجب أن تجيب عليها الحكومة أو وزارة المالية بالتحديد. تأكيد في وقت سابق يعني نجحت في توفير يعني وارد القمح الذي يبلغ أكثر من 45 مليون دولار. نعم. يعني الاستهلاك والمنتج المحلي والكمية المطلوبة بالاستيراد يعني معلومة بالأرقام بالنسبة للوزارة والحكومة، يعني أين الخلل باعتقادك؟ ما يبدو أن ما يلمح إليه البعض من أن وزارة المالية تحاول أن تفرض فكرة أو مشروع برفع الدعم الكامل عن المحروقات بهذا الشكل، لكن أعتقد أنها إذا كانت أو ربما كان حسب التسريبات كان متوقعا أن تعلن شيئا من هذا القبيل أو قريبا منه أمس، لكن يبدو أنه اجتماع الحكومة مع قوى الحرية والتغيير أرجى هذا القرار بعض الشيء. ربما الوزارة بحاجة لإعادة النظر في إصرار على فكرة الرفع الكامل للدعم عن المحروقات في الوقت الحالي، بسبب أن الأوضاع الأخرى في حياة المواطنين ليست قابلة لهذه التحولات بالشكل المفاجئ في الوقت الحالي. طيب برأيك يعني ما هو المطلوب يعني مجابهة هذه الأزمة وحلها بشكل جذري؟ طيب نكون دقيقين وصريحين، البلد لديها فيها موارد، لكن بشكل ما في لحظة ما وفي وجود الحكومة الحالية تسربت أضخم الموارد وأكبر مصادر الدخل، تسربت للمكون العسكري في السلطة الحالية. أعتقد أن الحكومة تحتاج أن تكون حازمة، تعيد النظر في الاتفاقات التي قبلتها أو حتى التي لم تشاور فيها، تستعيد السيطرة على الموارد، تستعيد السيطرة على المال العام والولاية على المال العام بشكل حقيقي. يعني عندنا إحنا نتحدث حاليا عن أنه نعلم جميعنا أن عندنا ذهب يصدر، لكن لا يصدر، لا أعتقد أن وزارة المالية لديها ولاية كاملة على عوائد الذهب ولا حتى على إنتاجه بشكل كبير. هنالك موارد ضخمة جدا من شركات الاتصالات. شركات الاتصالات حاليا مؤسسة الاتصالات بشكل عام تحت سيطرة المكون العسكري. هنالك موارد ضخمة جدا عن طريق الطيران المدني، هو أيضا تحت سيطرة المكون العسكري. هذه أشياء يجب أن يعاد النظر فيها في وقت إذا المكون العسكري يتحدث عن وضع كل إمكانياته تحت تصرف الحكومة الانتقالية. الأوجب أن يضع الموارد الحقيقية للدولة تحت سيطرة الحكومة المدنية التنفيذية. في وقت سابق يعني عندما طلبت الحكومة يعني مساعدة أصدقاء السودان، البنك الدولي خرج وصرح وقال بأن يجب على وزارة المالية أن تضع يدها على رأس المال العام حتى يعني إذا كان لديها مبالغ هي موجودة لدى المجلس يعني لدى المكون العسكري. يعني لماذا يتأخرون دائما في
في ولايتهم على المال العام ولملمت أطراف المعادلة باعتقادك؟ أعتقد أنه هذه مشاكل الانتقال في الظروف الحرجة، دي واحدة من مشاكل الانتقال في هذه الظروف الحرجة. الحكومة المدنية التنفيذية في الوقت الحالي مواجهة بكمية من الأزمات الكبيرة والهيكلية، يعني تواجه ضغوط من حاضرتها السياسية الموصلة في قوى الحرية والتغيير، هي ليست على اتساق كامل، واضح الكلام، واضح أنها ليست على اتساق كامل وتوافق تام معها في كل شيء، بدليل الاجتماعات مؤخرا بخصوص هذه التفاصيل المتعلقة بالوضع الاقتصادي. هي ليست في شعور ارتياح كامل واسترخاء في مواجهة المكون العسكري. أيضا الأوضاع الاقتصادية وضغطها على الشارع أيضا تزعزع ثقة الحكومة التنفيذية في أوضاعها. كل هذه عقبات تجعل الحكومة ليست في حالة استرخاء ولا تتصرف بشكل مرتاح. من أين سيأتي الاسترخاء باعتقادك؟ هل في كل مرة يعني سيعتمدون على الجومة للسودان مثلا؟ أعتقد أنه رئيس الوزراء في شخصه شخص حظي بإجماع كبير جدا لدى الشارع السوداني، لم يتوفر على مدى عقود وربما على مدى تاريخ السياسة السودانية، لم يتوفر إجماع على شخص في ظروف معقدة كهذه كما حدث مع الرجل. دكتور حمدوك أمامه فرصة أنه يقفز قفزات كبيرة، لكن أعتقد أنه متردد بشأنها. هو بالتأكيد لن يقفز في الظلام إن اتجه للشارع مباشرة.